أخبار كريبتو عالمية من قناة البيتكوين بالعربي. إن لم تكن مشتركا بالقناة فاضغط على زر الاشتراك الآن، ولا تنسى تفعيل الجرس لكي لا يفوتك أي جديد. تواصل باينانس أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول جهودها للحفاظ على الحوار مع المنظمين العالميين من خلال إدخال حدود السحب ونظام الإبلاغ الضريبي الجديد، حيث أعلنت الشركة رسمياً يوم الثلاثاء عن تحديث رئيسي لسياسات أعرف عميلك KYC، مما أدى إلى تقليل مبالغ السحب القصوى للمستخدمين الذين لم يكملوا عملية التحقق بالكامل من الهوية، كما لن يتمكن المستخدمون الذين أكملوا التحقق الأساسي من الحساب فقط من سحب أكثر من 0.06 بيتكوين يومياً، والتي تبلغ قيمتها 2400 دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير، حيث في السابق كان الحد الأقصى لمبلغ السحب اليومي محدداً بـ2 بيتكوين أو حوالي 80,000 دولار أمريكي، وذلك حسب ما أشار الرئيس التنفيذي لشركة باينانس شامبينغز هاو على تويتر. أصبحت ريبل شريكاً معروفاً للمؤسسات التقليدية التي ترغب في تجديد خدمات التحويلات عبر الحدود، حيث أعلنت ريبل عن شراكة جديدة مع SBI ريمت LTD اليابانية لتحويل مدفوعات التحويلات من اليابان إلى الفلبين، حيث ستشهد أحدث شراكة مع ريبل مشاركة خدمة المدفوعات عبر الهاتف المحمول coin.ph ومنصة تبادل الأصول الرقمية SBI VC Trade لتوفير خيار تحويل أرخص لعملائها، وسيكون هذا ممكناً باستخدام ريبل للتخلص من تكاليف التمويل المسبق. تم بيع عرض داكس الأولي الذي تبلغ قيمته 12.6 مليون دولار أمريكي من ألعاب ييلد جيلد الجماعية التي يمكن ربحها في 31 ثانية فقط ل32 مشاركاً، حيث أكملت شركة ييلد جيلد جيمز وهي مجموعة من اللاعبين الذين يربحون من اللعب عرضها الأولي داكس عبر منصة ميسو التابعة لسوشي سواب في أقل من دقيقة في وقت سابق اليوم. كما شهد العرض أن YGG جمعت ما يقارب 12.5 مليون دولار أمريكي في 27 من يوليو، ومع بيع الرمز المميز بتوزيع 25 مليون رمزاً في 2.5% من العرض المميز للمشروع الذي يبلغ مليار رمز عبر مزاد هولندي، وتم بيع توكنات YGG بحوالي 50 سنت لكل منها. زادت أحجام التداول على إثيريوم بنسبة 1461% خلال النصف الأول من عام 2020، حيث اكتسب ثاني أكبر أصل تشفير في العالم مكانة على بيتكوين من حيث نمو حجم التداول خلال النصف الأول من هذا العام، ووفقاً لتقرير جديد صادر عن كوين بيس الرائدة في بورصة العملات الرقمية في الولايات المتحدة. أقر تقرير مراجعة كوين بيس المؤسسي 2021 الذي صدر في 26 من يوليو أن النصف الأول من هذا العام كان أحد أكثر الفقرات نشاطاً على الإطلاق بالنسبة للعملات الرقمية، مع العديد من الارتفاعات الجديدة على الإطلاق في الأسعار وتبني المستخدمين والتداول النشط. يواجه أليكس ساندرز المؤثر الشهير في مجال العملات الرقمية والرئيس التنفيذي لشركة ناجتس نيوز عدداً كبيراً من المطالبات بأنه فشل في سداد قروض التشفير، إلى جانب مزاعم بأن الأموال المستثمرة في مشروع جديد قد تمت إعادة توجيهها إلى بورصة تشفير، حيث يعد ساندرز أحد أكثر معلمي التشفير الأستراليين شهرة، حيث يقدم خدمة مدفوعة ولديه 140 ألف مشترك على يوتيوب. وعلى مدار الأيام الأخيرة اشتعلت المزاعم التي تشير إلى نفاذ رأس مال ساندرز على مواقع كريبتو تويتر، كما يدعي العديد من الأفراد بما في ذلك يوتيوبر بيت بوي أن ساندرز يدين لهم شخصياً بعدة عملات بيتكوين. أعلنت داش عن إطلاق داش دايركت، وهو تطبيق للمستهلك يسمح للمستخدمين بإنفاق عملة داش الرقمية في المتاجر في جميع أنحاء أمريكا. وفي إعلان صدر يوم الثلاثاء كشفت داش أن التطبيق الجديد الذي يركز على العملاء سيوفر ما يصل إلى 12% من المدخرات على المشتريات من قبل المستخدمين، حيث صرح ماشل غرينوولد مؤسس داش دايركت والرئيس التنفيذي لشركة كري باي لكوين تيليغراف بالتفصيل عن الخصومات وميزات الخصم، حيث يتم تطبيق خصم فوري يصل إلى 12%، مضيفاً وفقاً للإصدار سيسمح التطبيق للمستخدمين بالدفع باستخدام داش في منافذ البيع بالتجزئة الأمريكية الشهيرة مثل بيست باي وستابلز وهوم ديبو وغيرها. ووفقاً لغرينوولد يعتقد أن إطلاق داش دايركت الأولي يقتصر على الولايات المتحدة، فهناك طلب على المنتج في العديد من البلدان الأخرى. كان ذلك كل شيء حتى الساعة. إذا نال هذا المحتوى إعجابكم فاشتركوا بالقناة واضغطوا على زر الجرس لمزيدا من الأخبار ومزيدا من الفيديوهات التعليمية المجانية.